يا هلا وغلا فيكم، حياكم الله على سناب قناة الواحة. طبعا كل بين فترة احنا عودناكم نجيب لكم شيء مميز. اليوم هذا المبنى اللي وراي هو مبنى فيلم طير في هذا المعلم الأحسائي العريق والقديم يسمى صبخة الخضر، يقع في قرية المطيرفي بمساحة صغيرة. هذا المبنى والمعلم كان يجتمع فيه عمال الفلاحة الفلاحين الذي كان يسمون في الأحساء قديما بالمتشرية، لاختيارهم يوميا عن طريق أصحاب المزارع للعمل. أي يجلسون في هذا المكان ويأتون أصحاب المزارع ويختارون الفلاحين للعمل، الفلاحين المناسبين، وكذلك منطقة اجتماع وتفاوض على صفقات التمر. المبنى تابع لقرية المطيرفي، يقع في قرية المطيرفي، لكن أيضا يحضرونه أهل شقيق، قرية شقيق. طبعا هذا المبنى اللي يقال انه كان استراحة للمزارعين في قرية المطيرفي في الأحساء. طبعا الان لو تسألوني اصور بايش، اصور عن طريق الاوزمو موبايل اساس التصوير يكون افضل وعدم الاهتزاز. متابعيني القدامى يعرفون اني دائما اصور بالاوزمو موبايل اللي هو مانع الاهتزاز، يعني عبارة عن نقدر نقول صالة، المبنى صالة لاستراحة المزارعين. ناخذ فر حوالين ان شاء الله. جميل ما شاء الله ما شاء الله، يبين فيه العمارة الأحسائية. بسم الله ما شاء الله. بنفرجكم على حوالين المنطقة. طبعا شوفوا كلها مزارع في وسط المزارع، المبنى في وسط المزارع، زين في وسط المزارع، نخيل إن شاء الله، منطقة خضرة كلها والحسة كلها خضرة، زين. هذه من جهة، بوريكم الجهة الأخرى، بروح ورا بفرجكم. وهذه الجهة المقابلة، زين، بوريكم المزارع اللي حواليها. هذه منطقة المزارع، أوكي، منطقة زراعية، منطقة النخيل اللي حوالين هذا المبنى، أوكي. هذا المبنى، من وسط هذا المبنى الجميل اللي هو يقال انها مكان لاستراحة المزارعين، هذا مبنانا الجميل، مكان توثيقنا، زين. وهذا عدتنا وأغراضنا، وهذا توثيقنا. إيش رأيكم في المبنى الجميل؟ يا هلا وغلا فيكم. اليوم وثقنا لك اللي هو هذا المبنى اللي يقال أنه كان استراحة للمزارعين يسرحون فيه، وثقناه. كان معكم أخوكم عقيل البحراني من سناب الواحد، يا أمان. Thank you.